سيب أند بينت أقل من 60 ريال. الأسباب اللي تخلي ناس كثير إنهم ما يبغوا يرجعوا نيجيريا إنه يحسبوا إنه نيجيريا وكانوا بالتحديد ما فيها وسائل للترفيه وفعاليات. فإذا أنت كنت من هذول الناس اتفرج الفيديو للنهاية. في فيديو اليوم رح أشارككم واحدة من أشهر الفعاليات اللي تصير في نيجيريا بشكل عام وفي كانو بشكل خاص، واللي هي فعالية سيب أند بينت. في هذه الفعالية يخليكم تطلقوا كيان للبيكاسو اللي جواتكم وكمان يوفر لكم أكل ومشروبات. فحنشوف مع بعض الفعالية اللي رحتها لسيب أند بينت، وفروا لكم كل أدوات الرسم وأكل وفود أند درينكس بأقل من 60 ريال يا جماعة. So let's go and see it. طلع أن اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فعشان كذا خرجوا الآلاف من الناس أو المئات ما أدري كم في هذه المسيرة اللي يعني عبروا فيها عن أهمية حقوق الإنسان في العالم وبالتحديد في نيجيريا وكانو. فقلت خلينا أصور لكم تشوفوا يعني أنه في من جد ناس يهتموا بهالمواضيع ويخرجوا في مسيرات مختلفة من فترة لأخرى. الإيفنت اليوم حيكون في مطعم ريزينجز واللي هو في شارع أودو باكو قريب جدا من ستيت رود، وهذا يا جماعة الخير أحد المباني التابعة لجامعة يوسف ميتة مرسولي، بس لسه ما اكتمل. أتوقع أنه related to health and medical، لأنه المفروض التخصصات اللي تكون طبية ما طبية يبدأوا يدرسوا هنا في وقت ما. I don't know when is that. طبعا يا جماعة الخير إذا تفتكروا كان في يوم الاستقلال كان في فعالية تانية المفروض اني اروح لها وهي كمان اتكنسلت، اللي كانت في مطعم ريزنز اللي هي سيب أند بينت، معناها لونوا واشربوا عصير. فلحسن الحظ قرروا انهم يرجعوا يسووا هذه الفعالية في شهر ديسمبر اللي هو اليوم 10 ديسمبر، واكيد بدون اي شيء سجلت واليوم احنا هنا. فايش الفعالية؟ الفعالية انكم حيجيبوا انهم يجيبوا لكم العصير حقكم مشروبكم المفضل او اي مشروب عندهم، وهنا كمان شاورما وكل ادوات الرسم وكمان معلم يرسموا ترسموا زيه، واذا تبغوا ترسموا شيء ثاني الحال وتستمتعوا بوقتكم تتعرفوا على الناس، واحيانا يكون في فعاليات والعاب وكذا. I'm super excited, so let's do it. خلونا نتكلم بسرعة عن تكلفة فعالية سيب أند بينت. بعض المطاعم أو الجهات المختصة بالفعالية يوفروا لكم اللوحة والألوان والإنستركتور اللي هو يرسم معاكم زائد مشروب، فهذه اللي هي جنرالي سيب أند بينت، إنه أشرب وأنت بتلون أو بترسم أو whatever. تكون بعض الأحيان 5000 4000 6000، وبعض المطاعم لا يعملوا إكسترا أكل إنه مثلا شاورما ولا ساندويش، وبعضهم كمان حتى إنه يكون بوفيه. فمثلا بعض المطاعم اللي يكون فيها بوفيه وتشيبس وتشيكن وكذا ممكن السيب أند بينت حقهم يوصل ل 10000 أو كمان 15000 إذا كان بوفيه مفتوح مع السيب أند بينت، إنه أنتوا ترسموا وتلونوا كمان تروحوا تنقلوا الأكل اللي تبغوه وتجوا تكملوا أكلكم وأنتوا قاعدين ترسموا وتلونوا وحركات بركات. طبعا يا جماعة الخير أنا جيت متأخرة فوق أوريدي وما بدأوا، أوريكم إيش بدأت أسوي. طالعوا أتوقع إنه وضع Oh my God. المهم يا جماعة الخير كنت قاعدة أقول لكم إنه أنا جيت متأخرة شويتين، فهم أوريدي بدأوا، الرجال قاعد يسوي هناك والمفروض إحنا نسوي زيه. طالعوا هنا قاعد يسوي مظهر أتوقع غروب، فقاعد أحاول ألحق قد ما أقدر بشوفوا كيف إبداعاتي. طبعا هذا الشيء مرة أنا أحبه، إنه كده تحسوه مريح للأعصاب
وأصلاً يقولوا دائماً إنه الرسم فهمتوا في له تنظيف للمشاعر، يعني مجد بتنظفوا طاقتكم السلبية وزي كده ترسموا ما ترسموا. فن جابوا لي الدرينك حقي من الاسم سيب أم بيت، حيكون عندكم درينك. شكرا. طعمه جدا جيد. خلينا نكمل بسرعة الرسم. تخيلوا قد إيش هذا الشيء مريح للأعصاب، إنه كده يحطوا لكم ألوان قدامكم وتحطوا تلعبوا بالألوان. الكل طبعا كده متلخبطين يقولوا إيش بالآدمي مرة سريع. مو لاحقين على الموضوع. It's okay. أشوى إنه عنده خبرة شوية في الرسم. طالو تقريبا وصلت النص. واحدة بتقول على واحدة إنها جاية بس تشرب العصير، ما هي جاية تلون، اللي مرة مشغولة بالعصير وسايبة التلوين. اوكي دي بيكاسو سمية. حماس مرة حماس يا أخي، يا ريت يسووا كل أسبوع. هوا شوي متعبني طيح الأشياء لأنه مسوينه برا عشان الجو مرة يجنن ما شاء الله تبارك الرحمن. قاعدين تهتزوا شبكم عشان أنا قاعدة أهزز الفرشة وأنتوا تهتزوا معايا. أمي خربتوا نابت. I was super excited. I think I need to use a tissue. حب برتقالي. والله حقه حلو صراحة. واحدة من أهم الأسئلة اللي كانت تجيني، كيف أعرف فين حتكون الفعاليات ومتى؟ تقدر أول حاجة إنكم تعملوا فولو لكل المطاعم الموجودة في المنطقة اللي أنتوا فيها، لأنه أغلب الفعاليات بتصير في المطاعم. ثاني حاجة لكل مشاهير السوشيال ميديا الموجودين في المنطقة اللي أنتوا فيها، لأنه ممكن المطعم أو الناس اللي حيسوي الفعالية هيعمل إعلان عن مشهور. وثالث طريقة حسب منطقتكم، إذا كانت الجهة المسؤولة عن الفعالية عملت إعلان في إنستغرام أو في سناب شات فحيظهر لكم من الإعلانات. بس أهم شيء تأكدوا أنكم مسوين فولو لكل المطاعم وكل المشاهير الموجودين في منطقتكم، عشان أول ما تكون في فعالية تكونوا أدرى فيها. ولكن غالبا فعالية سيب أم بين تصير في الأعياد، وكمان في يوم الاستقلال اللي هو 1 أكتوبر وما حوالينه، وكمان شهر ديسمبر اللي يكون غالبا مليان بالفعاليات المختلفة. جماعة المايك حقي قاعد استهبل كذا، كنت قاعد أتكلم بعدين شفته مطفي فما أدري يعني إيش آخر شيء سمعته، ولكن شوفوا فين وصلت. ترى المفروض انه مشهد غروب، وبعدين الواحد يرسم عليه بالاسود اللي يبقى مثلا هو الانستراكتور اللي هو اللي قاعدين يسوي زيه، يعني الفنان الاساسي قاعد يسوي كانه جبال ما جبال، بس ما ادري هل انا بسوي جبال زي ولا بسوي يعني نتفلسف واسوي حركات جديده خفيفه لطيفه حركات ما ادري اسوي جنسيه. والحلو انه بعد ما نخلص كومن حياخذ رسمته ويروح بها، تقدر تعلقها، تقدر تهديها لاحد، تقدر تسوي فيها اللي تبغاه. يا اخي مره احب هذه الفعاليه. شلاي ادمر والاحلى كمان يا جماعه انه عندنا اكل شكلها مره يمي. أهلا بكم في فقرة جديدة في الفيديوهات حقتنا، حيكون اسمها
فاصل، شكرا لسهل مهدي أخذت منه الفكرة. وهذا الفاصل حيكون عبارة عن أشياء متنوعة، ممكن يكون مثلا أجاوب على أسئلة من أسئلتكم المتكررة، ممكن يكون إعلان، ممكن يكون حاجة قصيرة ما قدرت أصورها كفلوج بس إنه مرة شيء مهم ولازم أوريكم هو وحركات أو شيء زي كذا. أما بالنسبة للفاصل اليوم حيكون أكلة نيجيرية مشهورة مرة تنفع في وقت البرد وأنا مرة 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 أحبها، اللي هي سميها أسارو. أسارو باللغة اليوروبا، طبعا احنا نقولها أسارو لأنه من يوروبا، وباللغة الهوساوية اسمها باتي باتي، وباللغة الإنجليزية سموها بوريج. ممكن تتعمل ببطاطس اللي هو آيريش بوتيتو اللي هو البطاطس العادي، أو الدويا اللي هو اليام، أو السويت بوتيتو اللي هي البطاطا الحلوة اللي أنا مرة أحبها. ففي هذه الأكلة أنا هستخدم السويت بوتيتو لأني أنا أحب السويت بوتيتو، ومرة تنفع لفترة الشتاء والدف يا جماعة. خلونا نروح نشوف الطبخة الخفشارية. Let's go. أول حاجة تقطعوا البصل حقكم مكعبات، وبعدين تحمروه في الزيت تكشنوه زي ما نقول، وبعدين تضيفوا عليه الكايمية اللي هو طماطم وفلفل رومي أحمر مخلوط، وتقلب ما يتكشن، وبعدها نضيف عليها البهارات اللي نحبها وكمان الماجي، ونكشنها لما لونها كذا يصير يعني إنه مكشن، فهمتوا؟ بعدين نضيف عليها الواكي اللي هو اللوبيا. أنا أستخدم هذا النوع من اللوبيا اللي هو بني، بس فيه اللوبيا البيضة، بس غالبا يستخدموا معه هذا النوع. أوريدي غسلت كل شيء فحضيفه على الخليط اللي عندي، وبعدها هقلب، وبعدين أضيف الموية الحارة وخليه على نار هادية. On the other side عندنا البطاطس أبو سكر. البطاطا الحلوة في نيجيريا زي كذا يكون شكله فاتح مش بني، قشرته وقطعته حطيته في الماية، وراح انتظر لما الواكي يكون خلاص اللي هو باقي له تك يستوي، أقوم أحط البطاطس جوا وأتأكد إنه الماية مغطيته، طبعا ماية حارة، وبعدين أغطي القدر وانتظر لما البطاطا تكون باقي لها تكة وتستوي عشان ألخبط الخليط كله مع بعض. زي ما تشايفين هنا البطاطس قربت تستوي باقي لها شوية، فأنا قاعدة ألخبطه عشان كذا يكون كله مسبك وحركات بركات، وغطي شوية وبعدها يكون الأكل ready. هنا قاعدة أحاول أوريكم بيدي إنه مرة لذيذ، بس ما عرفت كيف، بس إنه الزبدة لذيذ لازم تجربوه. شفت صورة أونلاين بسوي زيها، أوريكم هي أختار كذا، فيها نص بحر بعدين الأشجار. Oh my god جو إجوائي أحس زي عادي. يعني قال لك هذه جبال، بعدين هنا بحر، بعدين هنا كذا في كذا شوية جزء من الجزيرة باين، بعدين في نخيل. بعدين حسوي الشمس حلوة كذا. إيش هذا الإبداع يا سمية؟ شو هيدا شو هيدا؟ لا والله من جد يا جماعة خير أنصحكم إنه إذا كان أنتوا في منطقة كذا سمعتوا عن أي إيفنت فيه له بينتين إنكم تروحوا، لأنه من جد يا جماعة كذا تنظيف مشاعر. أوكي دحين سويت أوريكم كذا شيء زي جزيرة، بعدين هنا جبال، ودحين حان وقت الشجر. نسوي ثلاثة شجرات كذا جاية، باقي أختها كذا إنه الله، بعدين واحدة كيف، والاثنين خلينا نكمل الاثنين، إذا طلعوا حلوين مرة نسوي واحدة زيادة. بابو سمولا بروشيس. اوكي ايرين وانا ايرين. اوكي از ذس سمولا ايرين ناتني ناسا اني ترانس كو اني ناسا اني سمول ديتيلز تو سي يس ثانك يو. اوكي يا جماعه خير خليني اوريكم رسمتي. ترى سويت شجرتين ثلاثة حسر too much، الحين بس علي أسوي الشمس وكذا أسوي بلندين كأنه بحر وخلاص. هذا
اوكي يا جماعة الخير خلصت الرسمة حقتي، متحمسين انكم تشوفوها. مرة 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 انا مرة عجبتني، خليني اوريكم. صراحة لو عطوني وقت زيادة حجلس ممكن اني الون ساعتين زيادة قدام، بس it's time. عشان كذا اني حاولت اني اسوي finish up قد ما اقدر، واكيد ححلقها بغرفتي، وهذه حتكون جزء من الديكور الجديد لغرفتي ل2023. اوه ماي جاد، اوه باقي بس الاول من هنا تحت وبس. اوكي الحين خلونا نيجي لأهم فقرة أحس إنها تم مرة كتير، اللي هي من فاز في فعالية سيب أند بينت. اعملوا بوست اكتبوا لي تحت في الكومنتات تتوقعوا أنا فزت ولا لا. بنتظركم، اكتبوا لا تغشوا، اكتبوا. أوكي كتبتوا. في هذه الفعالية الكل فاز، ليش؟ لأنه الهدف بيهايند هذا الإكسبيرينس إنه أنتوا تركزوا على داخلكم. أنا أحس بالنسبة لي ليش اخترت إني أسوي هالفعالية، مو إنه أنا أتنافس وأطلع أحلى لوحة وأصير بيكاسو ولا أطلع الموناليزا، نو. It's about إنه تطلعوا الطاقة السلبية الموجودة جواتكم بالرسم والتلوين. وفي كثير school of thoughts، مدارس فكرية يشوفوا إنه الرسم والتلوين من أقوى الطرق اللي الواحد ممكن يوقف فيها مشاعر السلبية. ففي هذه الفعالية من جد كانت جدا جميلة، لأنه ما كنا تحت الضغط إنه أنا بفوز يلا بسرعة هذا مو حلو مدري إيش يلا لا لا خلاص ريلاكس كام أنا شاب الأول كده حلو مو حلو، أهم شيء إنه أنا قاعد أفرغ الطاقة السلبية الموجودة جواتي. أحيانا ما يكون الأهم الفوز، ولكن إنه أنت تستمتعوا باللحظة وتستمتعوا بالأكتيفيتي أو الفعالية اللي أنتوا قاعدين تسووها بدون ما تحسوا بالضغط أو البريجر اللي يكون عليكم إذا كان من جد في سباق ومفروض أحد يفوز وأحد ما يفوز. So yeah، كلنا فزنا. وبس والله وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى إنه يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا إنكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا جرس التنبيهات عشان ما تفوتكم الفيديوهات المباشرة اللي جاية، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.